أعمال ترميم وتطوير لدير أبو مينا في اسكندرية، وعاد دير أبو مينا للحياة بعد 21 سنة من وضعه على قائمة التراث المهدد بالخطر باليونسكو. طيب لازم نفهم برضو. دكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الأثار المعروف، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. إزاي صح يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. دكتور، يمكن أنا السؤال اللي شغلني بجد هو 21 سنة محطوط هذا الدير على قائمة التراث المهدد بالخطر، ليه تأخرنا في ترميمه كل الوقت ده؟ طيب أنا هجاوب على سؤال حضرتك في 10 نقاط تلغرافية عشان المشاهدين يبقوا معانا حتى في الصورة من البداية. تفضل يا فندم. أول حاجة، دير ماري مينا بيبعد 75 كيلو غرب الإسكندرية، 60 كيلو متر جنوب برج العرب. مساحة الموقع 1000 فدان. اتسجل أثر سنة 56، وتسجل تراث عالمي في اليونسكو 79، وأدرج على التراث العالمي المعرض للخطر 2001 بسبب مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية. رشح الممتلك كتراث عالمي للمعيار الرابع، وهي الممتلكات المتميزة والنادرة وليها شخصية معمارية معينة وتمثل نموذج بارز من البناء أو لمجمع معماري يمثل مرحلة من مراحل التاريخ البشري. بالنسبة لدير أبو مينا، يعتبر مجمع معماري لمدينة في الفترة المسيحية ترجع إلى القرن الرابع الميلادي. الكنائس والبيوت والشوارع والدير توفى فيها القديس مينا، والحكاية الطويلة وفاته، والجمل اللي توقف في هذا المكان لما استبدلوه بجمل آخر وبرضه توقف في هذا المكان، طبعا اللي هو عذب وقتله الإمبراطور دقلبيانوس 226 ميلادي. اكتشف الموقع سنة 1905 على إيد العالم الألماني كوفمان، بعد كده حفاير المتحف اليوناني الروماني من 1925-1929، المتحف القبطي من 1951-1952، وبعد كده تسلمها المعهد الألماني في القاهرة من سنة 1961 برئاسة الدكتور بيتر جروسمان. وأنا شفت كتاب عن الدير لدكتور بيتر جروسمان بالألماني في المكتبة الفرنسية في أثينا لما كنت بدرس الآثار والعمارة البيزنطية. تخيل حضرتك وزن الكتاب يتعدى 50 كيلو. ده عن الدير، 50 كيلو عن الدير بالمساقط والمخططات المختلفة للدير. التنقيبات كلها دي ادتنا ايه؟ كشفت عن مدينة كاملة اتسمت بالمدينة الرخامية. ليه؟ لكثرة الرخام بيها، بالإضافة طبعا للكنائس والمنازل والحمامات ومركز الحج وقرية سكنية ودور ضيافة وبيمارستان اللي هي تعني مستشفى. رطر بين أنقاض ماري مينا على حاجة مهمة جدا بنسميها أواني الحجاج. الأواني دي مشهورة في العالم كله، ولقينا فيها طبعا قناني موجودة في سينا في دهب، واكتشف في الأماكن المختلفة. أهمية القناني دي إن كانت مرتبطة بالحج المسيحي، كان بيشيلها الحاج وهو جاي دير مرمينة وبيملاها من بير موجود في المنطقة بيشفي من أمراض العيون، وبيتنقل بيها لأن دير مرمينة كان نقطة انطلاق الحج إلى سانت كاترين، إلى الجبل الأول الجبل جبل سيناء، وبعد كده بعد ما اتبنى دير طور سيناء في القرن السادس الميلادي، وأصبح دير سانت كاترين في القرن التاسع بعد العثور على رفات القديسة كاترين. والحجاج، في حجاج هدفهم كاترين، وحجاج كانوا بينتقلوا من كاترين إلى القدس، وحجاج كان هدفهم ماري مينا فقط. يعني ماري مينا نفسه كان مركز للحجاج، مقصد مقصد خاص للحجاج. قامت وزارة السياحة والآثار بوضع خطة إنقاذ حضرتك من ساعة ما بدأت عملية رفعه، عملية التهديد برفعه من اليونسكو. بدأت تحط مشروع لتخفيض منسوب المياه الجوفية بالتنسيق مع كل الجهات، وزارة الري والزراعة وإدارة الدير والمحليات، وتم فعلا وضع حلول علمية وعملية عشان يحموا المنطقة من المية المتسربة من الزراعات المحيطة نتيجة الري بالغمر، أزالوا كافة التعديات على المنطقة. كان كل ده بمراقبة ومتابعة مستمرة من خبراء عالميين في مجال المياه المية والري والآثار والثقافة والفنون التابعين لليونسكو والفاو. تم تشكيل لجنة عليا لإدارة موقع التراث العالمي سنة 2018 برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الوطنية والاستراتيجية، وده كان بقرار من فخامة رئيس الجمهورية.
أنهت وزارة السياحة المشروع معالجة المياه الجوفية، وقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والوفد المرافق ليه اللي هو يوم 14 مايو بزيارة الموقع. أعلنت بعد كده الوزير مفوض الدكتورة داليا عبد الفتاح المشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار إن الوزارة قامت في فبراير 2022 بموافقة منظمة اليونسكو بتقرير حالة الحفاظ لموقع أبو مينا، تضمن طبعا كل الجهود اللي قامت بيها الوزارة من إجراءات تصحيحية بالموقع، تمهيد للتقدم بطلب رسمي لرفعه من قائمة التراث المهدد بالخطر. فضلا عن ذلك قامت وزارة السياحة والآثار بإفادة بعث إطراف للمركز التراث العالمي للوقوف على ما تم في مجال درء الخطورة اللي تهدد الموقع في أقرب وقت، ده تمهيدا لرفعه من على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. عظيم جدا. آخر حاجة هسألها عشان ما طولش على حضرتك، هل إنه دلوقتي هنبدأ نشتغل على هقدر أقول إيه، إعادة رفع أو إعادة هيكلة الدير والمنطقة كما كانت قدر الإمكان، يعني الأحجار المتناثرة، الأعمدة الرخامية، التيجان تعود إلى عوامدها مرة تانية وما إلى ذلك، فنصل بالدير إلى أقرب حالة ممكنة من وضعه كبناء؟ برافو عليك، سؤال مهم جدا. أعمال التطوير حضرتك شملت كما أعلن الدكتور أسامة طلعت عشان ندي كل ذي حق حقه رئيس قطاع الرسائل الإسلامية والقبطية، أعلن أن تم فعلا الانتهاء من تثبيت العناصر المعمارية في أعمال الترميم اللي هي للبازيليكا، البازيليكا اللي هي الكنيسة الرئيسية، وكلمة بازيليكا اللي هو التخطيط اللي عليه معظم الكنائس سواء كان في مصر وأوروبا اللي بيتكون من صالة وجناحين أو أكثر من جناح. تم ترميم البازيليكا كنيسة القبر والقبر نفسه، عادوا الأحجار فعلا المفككة والمتناثرة بالموقع عشان يحافظوا عليها. تم الانتهاء من ترميم السور الغربي للبازيليكا، واللي جاري حاليا أعمال الترميم الدقيق، الترميم الدقيق اللي هي ترميم الحوائط، الألوان، الحاجات دي كلها غير الترميم المعماري. حلو. ده جاري حاليا في البازيليكا الكبرى وفي العراميس اللي هي في الحوائط، بالإضافة للانتهاء من أعمال ترميم المدخل الرئيسي وتنظيف الدير من الحشائش، لأن حلو. النباتات اللي حوالين الدير بتأثر على الدير نفسه. أشارت أيضا برضو الدكتورة إيمان زيدان اللي هي المشرف العام على إدارة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف إن بيجري حاليا تأهيل موقع أبو مينا للزيارة، لأنه مش مفتوح للزيارة العامة نهائيا، عشان يفتح للزيارة العامة فلازم يأهلوه، هتتحط لافتات إرشادية، لافتات تعريفية بالموقع المؤدية للموقع، ده بيتم التنفيذ طبعا مع المحليات ومحافظة الإسكندرية، جاري تمهيد مسار الزيارة بحيث يبقى معروف مسار الزيارة بيدخل من هنا يطلع من هنا زي ما احنا عاملين عندنا في دير سانت كاترين، بنعيد مسار الزيارة زي مسار الحج القديم اللي كان من القرن الرابع الميلادي. وده جزء من سؤالي السريع جدا، هل احنا او تظن حضرتك او تفضل انه يظل هذا الاثر او هذا الموقع مجرد موقع اثري هام، ولا انه من الممكن ان يدرج مرة اخرى على قائمة السياحة الدينية باعتباره مقصد شعائري ومقصد حج هام؟ يا فندم ده مهم جدا جدا ان الطريق ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، اصل الناس كلنا نعرف دلوقتي ان مصر مقصد حج لرحله العائله المقدسه. طبعا احنا كنا مقصد حج من القرن الرابع الميلادي لما جت الامبراطوره هيلانا ام الامبراطور قسطنطين في القرن الرابع وزارت القدس وزارت سينا، وجت عند العليقه المقدسه اللي هي موجوده في الجبل المقدس حاليا داخل سانت كاترين، وبنت كنيسه صغيره اللي هي سميها كنيسه العذراء مريم اللي دخلها جستنيان داخل الدير، ومن الوقت ده اعلنت ان مصر طريقا للحج للحجاج اللي جايين من اوروبا يجوا عن طريق دير ماري مينا النيل حسن بابليون، يطلعوا بعد كده الى سيناء بيعدوا محطات واضحه انا حققتها في بحث علمي، محطات بيعدوا على عيون موسى وادي فيران لحد ما يوصلوا لسانت كاترين، كان بيجي لنا حج من القدس ايضا ليه طريق خاص برضه بيجي عن طريق سيناء وبيتجه الى الى الى, إلى سانت كاترين. اذا الدير ده مش مجرد دير او مكان منفرد، لا ده دي رحله متكامله، وانا بطالب فعلا بربط كل
هذه الرحلات، يعني واحنا بنطور رحلة العائلة المقدسة، مسار العائلة المقدسة أربطها بكل المسارات القديمة بشكل يجي ما يزورش محطات فقط، لا ده أنا أزوره مسار نبي الله موسى في سيناء، وأزوره دير مرمينة، وأزوره كل الآثار اللي موجودة في محيط المنطقة بحيث نعمل تنمية مجتمعية شاملة للمنطقة. أتمنى أنه ده يحصل. أتمنى. أشكرك جدا دكتور عبد الرحيم ريحان، أنا اتشرفت جدا بهذه المكالمة، وأتمنى يعني نحن مرة نيجي نتناقش مع بعض في الحاجات دي، أو بالأدق خليني أستزيد وأشارك المشاهدين في الاستزادة من علمك يا دكتور. مسألة السياحة الدينية في مصر دي مسألة مهمة قوي جدا خالص، أنا متأكد أن الدولة مهتمة بيها،